السلام، انا معاد احبوش. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي تعمدت نديرو فوقيت البرد. هذه سلسله جديده ديال كانديد. هذه الروايه كاينه عند صحاب ثانيه بكالوريا وباك ليبر كذلك. وكطلب الى عجبكم الفيديوهات ولا عجبكم شي فيديو ما تنساوش تبارطاجيوني باش نوصل ل 100,000 ومنها نتخلص من دوك المشاكل ديال المخالفات وما تمشيش لي القناه. هذا الهدف غنبدا الخدمه عليه من دابا وكنتمنى منكم تعاونوني. وما تنساوش لايك الى عجبكم هذا الفيديو. اوكي، الا كنتي متكي رخي عظيماتك وتصنط، والا كنتي فايق جيب شي قهوه ومرحبا بك. كانديد، العمل المشهور ديال الفيلسوف التنويري فولتير. هذا الكتاب هذا غيقيس به فولتير واحد الاوتار حساسه بزاف. المهم، هذا الشيء ماشي ديال الدراري الصغار، هذا الشيء زائد 18، وتا هما تعمدوا انهم يحطوه لكم في ثانيه بكالوريا حيتاش نتوما زائد 18. نبداو الروايه. كانديد واحد الشاب ساذج، تفكير ديالو بسيط، وداك الشيء على سميتو كانديد، حيت السميه ديال كانديد كانت كتعني في فرنسا داك الشخص اللي بسيط في التفكير، ساذج محدود عنده التفكير. الا بغينا نقولوها بالدارجه، خبز ربي في طبقو، ولا كتقول مثلا بديك النيه تلقى الله، تيكون التفكير ديالو شويه بسيط. فداك الشيء علاش كانوا الفرنسيين تيقولوا لاي واحد بسيط في التفكير ديالو كانديد. وداكشي نيت علاش فولتير حط لينا باش يدوي لينا على هذا الشخص البسيط في التفكير اللي هو كانديد. كانديد عاش حياته في ويست فالي، واحد البلاصه فيها واحد القصر ديال البارون تاندر ترونخ. هاد المدينه هذه اللي سميتها ويست فالي كان شاد هاد الحاكم اللي سميتو البارون، تيسميوه البارون ديال شي قبيله ولا ديال شي قريه تتسمى الحاكم ديالها. وهاد البارون كان سميتو تاندر دان ترونخ، حل باترون ولا. فكونديد دوز الطفوله ديالو كلها في هذا القصر. الناس كلها ما كانتش عارفه كونديد ولد من، وشنو علاقته بالقصر، شنو علاقته بالبارون. ولكن كانوا كيقولوا غالبا باللي هو ولد خوت البارون، الاخت ديال البارون ولدها، وباه واحد الراجل زوين ومزيان، ولكن خوت البارون ما قبلاتوش يكون بارتنير ديالها وزوجها. علاش؟ حيتاش عائلته كانت عندها الدرجة 71 في النسب، غير على هذا السبب. هذا داكشي كان بالدرجات معلم، يعني كانت عندك درجة كبيرة راك مع الكبار، كانت عندك درجة صغيرة راك مع الصغار. المهم، هاد كونديد هذا كبر مجلي في العائلة. البارون كانت عنده واحد المرأة سميتها البارونة، هاد البارونة هي اللي كانت كتشرف على استقبال الناس في القصر. وهاد البارونة هادي كانت هزة حتى 120 كيلو، كانت غليظة بزاف في الوزن. وكانت عندها واحد البنيوتة سميتها كونديغون. هاد كونديغون حتى هي كانت غزالة وجذابة، وحتى هي كانت غليظة بحال ماماها ومسرارة، وعندها 17 عام. هاد كونديغون كان طايح فيها كونديد، كان كيموت عليها. هاد القصر ديال البارون كان فيه معلم ديال القصر، داك اللي كيعلمهم الفلسفة، كان فيلسوف، واحد الخليقه سميتو بانغلوس. هاد بانغلوس كان كيقري كونديد حتى هو، وكيقري كونديغون، وكيقري كلشي. فكونديد كان كيتبع معاه. هاد بانغلوس هذا كان اي سؤال وجودي على الاله كيجاوب عليه، يعني اثبات وجود الله كان معلم فيه، وكان ديما كيمدح في البارون ويبينو في ديك الصوره الزوينه للناس. وكونديد بالبراءة ديالو والسذاجة ديالو كان كيقول إياه كيتقبل، كاينة واه عندك هادي فري. أوكي، كونديد كان طايح كما قلت لكم في كونديغون ديك بنت البارونة، لدرجة أنه كانت عنده قمة السعادة هي أنه يشوف كونديغون كل نهار، ومكرهش يكون هو كونديغون باش يبقى يشوفها كل نهار في المرايا. والهضرة اللي كان كيقول ليه بانغلوس كانت عزيزة عليه. واحد النهار لالا كونديغون كانت كدور في القصر كتنزه شويه، طلعت على واحد البلاصه مخبيه في الشجر، جات ما بين الشجر والشوك، ولقات المعلم بانغلوس، داك المعلم ديالهم الفيلسوف، ولد الذين كيعطي درس ديال الفيزيك التجريبيه للوصيفه ديال البارونه. الوصيفه ديال البارونه هي ديك الخدامه ديال البارونه اللي كتمشي مع الحمام، كتجيب ليها، كتصاوب ليها اتاي بحال هكا. فولتير هنا قال المعلم بانغلوس كان كيعطي واحد الدرس ديال الفيزيك التجريبيه للوصيفه، وانتم ما عارفين شنو هو الدرس ديال الفيزيك في واحد البلاصه فيها الشجر والشوك، ما فيها لا صفينيتك لا راك فاهم. المهم، كونديغون بقات كتشوف في داك الدرس ديال الفيزيك والشيمي، وبقات كتشوف فيه، وتا هي ما كرهاتش تولي عالمه،
تخلطت راك فاهم. المهم رجعات كونديغون من الطريق ديالها وهي تلاقى بكونديد تزنقات وسلمت عليه وهي كترجف. داز داك النهار الغد ليه من بعد العشاء نعاز الكونديد هو وكونديغون في واحد البيت. واحد شويه طاح الكونديغون واحد الزيف وهزو كونديد وشويه تشدوا اليدين وباس ليها يديها وبداو كيتبادلوا في القبل فاس فاس وعنقها وتبادلوا في التعابير ديال الحب. بجوج بيهم فشلوا ليهم الركابي وداكشي شويه البارون دايز وشافهم. المهم كونديغون فقدت الوعي وكانديد جرى عليه البارون من القصر بالركيل. البارون طلع عليه الدم مزيان من هاد الفعله اللي دار كونديد لبنته. ملي فاقت كونديغون صرفقاتها البارونه اللي هي امها وناد الصداع في القصر شبكات. من بعد ما البارون جرى على كونديد من الجنه ديال القصر للارض بقى غادي في الطريق وكيبكي وكيشوف في السماء وفي القصر وما كلا والو في داك العشاء. نعس غير في الحقول بلا غطا بلا والو والثلج كيطيح عليه. دوز ديك اللي لمحن بالبيان الغد ليه مشى على رجليه حتى المدينة اللي فيها البلغار واللي قريبة لفويست فالي. قاتلو الجوع وما عنده حتى فلوس باش يشري الماكلة. بقى غادي كونديد على رجليه حتى وصل لحدا واحد البار وكان مقلق لدرجة كبيرة من داكشي اللي وقع. شوية شافوه واحد جوج رجال لابسين بجوج بيهم الزرق وبداو كيهضروا بيناتهم عليه. هاد جوج رجال بجوجهم كانوا لابسين الزرق. واحد فيهم قال لصاحبه شوف صاحبي الطولة والتجريدة والفورمة هذا هو الرجل المناسب في المكان المناسب. المهم انا نقول لكم علاش كانوا كيهضروا. هاد الجوج بانت لهم في كونديد يدخلوه للجيش ديال ملك البلغار وكونديد كان بان لهم هو داك البطل الخارق ديال البلغار. فمشوا عنده وقالوا ليه دوز تاكل معانا ونريحوا ونهضروا شوية هادي. قال لهم شكرا على كرم الضيافة وشكرا لكم بزاف انا كنحترم الهضرة ديالكم ولكن راه ما عندي باش نخلصكم. قال لي واحد منهم اه الناس اللي طوال بحالك راه ما كيدفعوا والو اصاحبي ياك فيك مترو 80 قلتي ياك. قال لي كونديد وي وي فيا مترو 80. فقالوا ليه هما بجوج مرحبا بك بلا ما تخلص وغنعاونوك من الفوق. الرجال وقت الشدة كونديد قال لي عندك الحق في هادي. حتى المعلم ديالي بانغلوس كان كيقول لي هذا البلان هذا الرجال وقت الشدة وحنا رجال وهادي. بانغلوس كان كيقري دوك السطاتيات ديال المشرملين فعطاوه شي فليسات وخا ما بغاش ياخذهم كونديد قال لهم سلفوهم لي وبقاو عليه بقاو عليه حتى خداهم بلا كريدي. دابا هاد جوج رجال اللي لابسين الزرق حكموا كونديد ريحوا معاه في الطابله وسولوه واش كتبغي. قال لهم اه كنبغي كونديغون كنبغيها. قالوا لي لا صاحبي لا ماشي كتبغي ملك البلغار. قال لهم لا انا عمرني ما شفتو اصلا. قالوا لي انت بطل ديال البلغار صاحبي الملك زوين وخصنا نشربو النبيد على قبلو. واحد شويه هزوه وداروا ليه الحديد في رجليه وداوه للعسكر ديال البلغار عطاوه السلاح وعلموه كيفاش يتيري كيفاش يمشي على الدروه وغوش ويحكم السلاح. اول مره دار التمرين ديال الجيش عطاوه 30 ضربه. النهار الثاني دار التمرين عطاوه 20 ضربه والنهار الثالث عطاوه غير 10 ديال الضربات. ملي عرفوا هذا الشيء عرفوا باللي ان هاد كونديد بطل خارق ديال البلغار. وكونديد ما كان فاهم والو من هذا الشيء. المصايب اللي كيتسلطوا عليه ما كان عنده هو حتى شي درايه عليهم. واحد النهار كونديد خرج يتنزه وبعد على المعسكر بشي 4 كيلومتر. شويه شدوه واحد 4 ديال الرجال كبار كتفوه وداوه للفيلق. وهذا الفيلق فيه 2000 رجل بلغاري. هذا الفيلق اللي كان فيه 2000 رجل كانوا الا شدوا شي واحد ماشي بلغاري كيدوزوه عليه. وشدوه سولوه دابا اختار يا اما 12 جلده ولا 36 ضربه بالجويجه. كونديد ما بغى حتى وحده في هادو ولكن مسكين بين المطرقه والسندان خاص يختار واحد فيهم فاختار القرطاس. وفاش حسبوا جاتو 4000 ضربه بالجويجه من الفيلق كامل العذاب الاليم. كونديد مسكين تلقى الضربات بالقرطاس في الجسم ديالو كامل من الراس حتى للرجلين حتى العضلات ديالو ولات كتبان. شويه في الجوله الثالثه ترجاهم باش يضربوه للراس وضربوه في بلاصه العين. شويه داز الملك ديال البلغار وسول على الجريمه اللي دار هاد كونديد باش عذبوه الفيلق باش عذبوا الفيلق.
ملك البلغار سول كونديد، قال ليه كونديد أنا عالم في ما وراء الطبيعة. وملك البلغار فهمو شنو قال. بذكاء كونديد بغي يوصل ليه باللي راه ما عارفش أنا شنو كيوقع في الطبيعة، أنا كنعرفه شنو كاين في ما وراء الطبيعة. وحيت بانغلوس كان ديما تيقول الكونديد واحد الحاجة اللي هي أن كل شيء من الخير، يعني أي حاجة خايبة راه كتجي من الخير. فملك البلغار عفى عليه ووصى الطبيب أنه يعالجه. كونديد تعالج في 3 ديال الأسابيع ولا كيتمشى فاش الملك ديال البلغار شن حرب على المغول، البلغار ضد المغول. كونديد شاف بلي هادي وجيبة باش يهرب من البلغار، كان عارف بلي أن هذه الحرب هادي ما غيبانش وهو هربان، الناس ملاهية مع الحرب. فنضت من الحرب ما بين هاد المغول والبلغار شبكات. دابا الحرب كانت متعادلة الكفة، جيش البلغار وجيش المغول بجوجهم منظمين من ناحية الأسلحة والمدافع والديسيبلين والأناقة. أول معركة طاحوا فيها 6000 عسكري من الجانبين بجوج، الجيوش ديال البلغار والجيوش ديال المغول، وهاد 6000 عسكري طاحوا بالمدافع. وبدات دابا الحرب ديال الجويجات والقرطاس. كونديد بقى مخبي وغادي وكيتخبى وكيمشي من المدينة للمدينة، والحرب نايضة. 30000 واحد ماتوا في هاد الحرب وهي الله بدات. كونديد داز على واحد القرية ديال المغول كانوا حرقوها البلغار، شاف فيها المرار، الناس كبار كيشوفوا عيالاتهم كيتقتلوا قدامهم وولادهم على صدورهم، بنادم نص محروق وكيطالب أنهم يقتلوه لأنه كيتعذب، يدين ورجلين مقطوعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هاد القرية ديال المغول اللي داز منها كونديد ما خلاو فيها البلغار غير اللي ما نساو. شوية كونديد من بعد داز لقى واحد القرية ديال البلغار وحتى هي داروا لها المغول داك الشي اللي ما نساوش، جرائم لا إنسانية. كونديد كان ديما في باله واحد الحاجة وكيفكر فيها بزاف وخا هاد المصائب، ولكن ديما تيفكر في كونديغون حيت كان كيبغيها. بقى هربان حتى وصل لهولندا، بلاد زوينة سكانها مسيحيين ولطفاء وفيهم كرم الضيافة. كونديد وصل لهولندا بحال إلا رجع للقصر ديال البارون، هكا كان كيشوف الوضع. بقى تما غادي وكيطلب ضيف الله. الهولنديين قالوا ليه إلا بقيتي هكا راه غتمشي للإصلاحية تعلم كيفاش تعيش. وبقى غادي حتى لقى واحد السيد كيدير الخطبة، وبقى كيتصنت ليه شوية. واحد شوية داك السيد دار لجهته وسول كونديد، قال ليه واش انت كتقول بلي أن البابا هو المسيح الدجال، واش انت مع هذا الرأي؟ كونديد قال ليه أنا ما عمرني سمعت البابا قالها، ولكن أنا ما مهتمش بهادشي وما كيهمنيش، أنا فيا الجوع، سواء كان ولا ما كانش أنا ما كيهمنيش، أنا عارف حاجة وحدة هي أنني فيا الجوع. الخطيب اللي كان كيدوي سمع هاد الهضرة ويقول ليه بعد مني، آخر مرة تجي عندي الحقير الجبان قليل اللحية الندل، سامحيني. شوية مرات الخطيب سمعات كونديد شنو قال وشافتو كيتعنتت مع راجلها اللي كيخطب، فلحت عليه شي حاجة تخيلوها نتوما، ديك الحاجة هتكونوا تخيلتوها. شوية كونديد شاف واحد السيد سميتو جاك، حتى هو عنده خوه تعامل بعنف في الحرب. المهم هاد جاك هذا دمعه كونديد حيت بقى فيه، وكلو وعطاه الخبز وقرعة ديال الماء وجوج هنديات، وقال ليها جي نعلمك الخياطة، اقترح عليه باش يتعلم كونديد الخياطة، حيت هاد جاك هذا كانت عندوش لا مصانع ديال الخياطة. كونديد قال ليه والله حتى انت احسن من داك الخطيب ومراته، هادوك انت اكثر منهم إنسانية من هادوك اللي كيسحب فيهم انهم متدينين. ارتاح كونديد. الغد ليه كان غادي كيتنزه شويه تلقى واحد الطلاب سنانو طايحين ونيفو طاير منه اللحم. المهم كانت حالته حاله، واحد الطلاب ما فيه مي. بقى في كونديد وعطاه دوك جوج هنديات اللي عطاهم ليه جاك. كونديد هنايا غي يشوف الطلاب، الطلاب غي يجي شويه ويعنقو. كونديد تراجع، قال ليه الطلاب ويلي ما عرفتيني شكون انا، قال ليه انا المعلم ديالك بانغلوس. كونديد بقى ايتي حل فمو تما ما فهم والو، فقال ليه انا المعلم ديالك بانغلوس ونقول لك شنو كاين. فقال ليه كونديد كيفاش وليتي بحال هكا، فين كاينه كونديغون، واش وشنو جرى البارون والبارونه. بانغلوس هنا غيقول لكونديد واحد الحاجه وغيسخف، هاد الحاجة غنقولها لكم في الحلقة الثانية إن شاء الله. شكرا بزاف على الاستماع ديالكم ليا، كنتمنى تكون عجبتكم هاد الفكرة هادي،
وخا بلوس 18. و ما تنساوش لايك وشير. Peace and love. إلى اللقاء.